تشاهدون الأسماء والشعارات المتواجدة والمنطلقة، وهذه البطلات المشاركة المنطلقة على أرضية هذا الميدان. نشاهد هذه الأعداد ونشاهد المراكز المتقدمة عبر الكادر الأعلى في انطلاقة أول المراكز. من تنطلق من الجانب الأيمن هوايل، تعود الملكية لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا هوايل بعملية التضمير. ثاني المراكز التواجد من شهار، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا شهار بعملية التضمير. ثالث المراكز التسلل من قبل أريام، تعود الملكية لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي، من يديرها بعملية التضمير. لنرى المركز الرابع، الدرعية على رابع المراكز، هجن الشحانية هي المالكة وسلطان بن محمد الوهيبي من يقدمها بعملية التضمير. خامس المراكز، التقدم من سمحة على المركز الخامس، تعود الملكية لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية من يديرها بعملية التضمير، ومن يقدم لنا شهار ويقدم لنا سمحة في دائرة الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة لانتزاع ناموسي هذا الشوط. نشاهد المركز الخامس، من تسللت في هذه اللحظات وانطلقت لأول نداء بانطلاقة عوينة. العوينة تنطلق مع المركز الخامس، تعود الملكية لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري هو من يديرها بعملية التضمير. إذن هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة. أعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى أول المراكز لنرى هنالك المقدمة، لنرى القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط، ومن تسيطر السيطرة التامة على المركز الأول منطلقة هوايل. هوايل على الصدارة على القيادة السليمة. هوايل تعود الملكية لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. إذن المركز الأول كما أسلفت، المركز الثاني هنالك التواجد من شهار، من تنطلق على ثاني المراكز، ومن تتواجد حاملة شعار هجن الشحانية بانطلاقتها المميزة وهي المالكة هجن الشحانية للبطلة المنطلقة بالمركز الثاني محمد بن خالد العطية من يديرها بعملية التضمير. المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات سمحة، وانطلقت سمحة بانطلاقة الفوز، ومع انطلاقتها تتواجد حاملة شعار هجن الشحانية المالكة والمضمر محمد بن خالد العطية. مذيار تصل على المركز الرابع، إذا مذيار تصل على المركز الرابع وتنطلق مذيار على رابع المراكز تتابع هذا الانطلاق الجميل. هجن الشحانية المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يديرها بعملية التضمير. المركز الخامس التواجد من أريام، وصلت أريام لتعزف لنا الألحان الجميلة بانطلاقتها المميزة مع خامس المراكز، هجر الشحنية المالكة والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير، ومن يقدم لنا أيضا زاهية من انطلقت إلى خامس المراكز حاملة شعار هجر الشحانية وبرفقتها عملاق المضمرين. من اختتمنا النداء برفقته، وأيضا نفتتح النداء برفقته وبانطلاقة هوايل مع الصدارة. هوايل مع سيطرة الأمور تسير مع المركز الأول، تقود الأسماء المتواجدة برفقتها الأسماء التي تشارك بهذا الشوط وهي من تتحمل المسؤولية على الصدارة والمقدمة. هجن الشحانية هي المالكة، المضمر سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين كما أسلف الزملاء بإطلاق عليه هذا المسمى لتقديمه أيضا الإنجازات الكبيرة والإنجازات الحافلة. المركز الثاني هنالك التواجد من إشهار على ثاني المراكز، إشهار تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد عطية. سمحة تصل على المركز الثالث، سمحة تتسلل من مركز إلى مركز حتى وصلت إلى المركز الثاني، تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد عطية مشاقب المضمرين، يقدم لنا مشاقبة خفيفة وطفيفة من انطلاقة سمحة. المركز الثالث
تتواجد زاهية على ثالث المراكز، تعود الملكية لهجر الشحانية، ولكن راقب يا من تراقب وشاهد انطلاقة الداودية، من انطلقت من مركز إلى مركز لأول نداء ووصلت إلى المركز الثاني. مرحبا بقدوم الداودية، من تتسلل وتخترق خارق الصوت وتنطلق إلى المركز الثاني. هذه هي الداودية المملوكة الهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. إذا نعيد ونعود النداء إلى الصدارة وإلى المقدمة مع انطلاقة هوايل مع أول المراكز، هوايل مع الصدارة، هوايل من تقص مجريات وشريط الكيلومتر الأخير. انطلقت هوايل مع الصدارة، هجن الشحانية المالكة سلطان بن محمد الويبي من يدير بعملية التضمير، ومن يقدم لنا هذه البطلة المشاركة الغائدة لمجريات هذا الشوط. الله يا هوايل، هوايل مع الصدارة تفعل الانطلاق الهائل بانطلاقتها المميزة مع أول المراكز. الداودية على المركز الثاني، هجر الشحانية المالكة والمضمر سالم بفاران المري راقب المركزين الثالث والرابع، قدوم زاية وقدوم أيضا أحد الأسماء المتواجدة برفقة شعار هجر الشحانية وبرفقة تضمير سلطان بن محمد الويبي. ولكن أعود مع الحوار الثنائي وأعود مع الانطلاق الذاتي الذي لم يصدر عليه التعليمات من قبل الداودية ومن قبل هوايل. تسللت الداودية، انطلقت مع الصدارة مع المقدمة وحاملة شعار هجر الشحانية، كما رحبت بقدومها قبل قليل أرحب بانطلاقتها الجميلة وتسللها المرموق إلى أول المراكز. وللمعلومة بدون أي تعليمات لأول ظهور لها في هذا الموسم وبهذا الانطلاق الجميل إلى خط النهاية. نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها الظهور والإنجازات الحافلة في هذا الموسم ولحظة قدومها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. الداودية نهني هجر الشحانية ونهني سالم بن فاران المري. النقطة الثامنة لك يا بن فاران. المركز الثاني كان وصول قبل الزاية لهجر الشحانية، المركز الثالث ثالث الشعلة، الرابعة هوايل، الخامسة كان الوصول من قبل المركز الخامس مذيار، جميع مملوكة لهجر الشحانية مع اختلاف المضمرين. تحت تبريكات لهجر الشحانية. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، شاهدنا الداودية وانطلاقتها المميزة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس ومحققة هذا الانتصار المميز. البطلة المشاركة الكبيرة المتواجدة دائما تواجدت في هذه اللحظات وانطلقت بأول ظهور لها في هذا الموسم محققة هذا الانطلاق المميز وهذا الانتصار الجميل. الداودية بدون أي تعليمات عبر الجهاز اللاسلكي تتواصل بتقديم العروض المميزة توقيتها الزمني. سبع دقائق 45 ثانية، 32 جزء من الثانية، هذا هو التوقيت الداودية. تحت تبريكات الهجن الشحانية، وكذلك نهني المضمر سالم بن فاران المري على تقديم الداودية بعملية التضمير. المركز الثاني كان الوصول من قبل هوايل. سبع دقائق 47 ثانية، 29 جزء من الثانية، تحت تبريكات أو زاهية من وصل المركز الثاني بالفعل. تحت تبريكات الهجن الشحانية، وكذلك نهني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث شعلة، سبع دقائق 47 ثانية، 57 جزء من الثانية، التهاني التبريكات لهجن الشحانية، وكذلك نهني سلطان بن محمد الوهيبي.